بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى الابد امين. في مواصله لتكملتنا بنعمه المسيح وارشاد الروح القدس يعطينا الرب كلمه عند انفتاح الفم لنسمع ماذا يريد ان يقوله لنا الروح القدس. اسف. يعطينا نعمه بروح القدس ان احنا نسمع ماذا يريد ان يقوله لنا اليوم حتى نتمم خدمتنا كما هو مرضي أمامه وبحسب قصد الله وتدبيره لكل نفس مننا، وأن نتمم قول الرب يسوع له المجد. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه أمين. هنكمل مع بعض النهاردة، الوقت بتاعنا شوية ضيق شوية، لكن هو موضوع تكملة لآخر موضوع كنا تكلمنا فيه. احنا دي اخر جزء في تمم خدمتك، واحنا تكلمنا عنها في الاول تمم خدمتك بحب او بمحبة. الجزء الثاني او القسم الثاني تمم خدمتك بوعي، ونقدر نرجع لكل العظات دي لانه فعلا بنحتاج ليها كخدام، ان احنا نكون واعيين لكل خدمة، ومش بس للخدمة، ووعيين لحياتنا كمان الروحية والخدمة اهتمنا عليها المسيح، حتى نقول له يا ربي ها أنا والأولاد الذين أعطيتني إياهم. أنا همشي سريع في هذا الأمر. وصلت عشان أذكركم، تكلمنا عن الوعي الكتابي وتكلمنا عن الوعي الكنسي في طقوس الكنيسة، في تاريخ الكنيسة، في أيضا في عقيدة الكنيسة، ووصلنا إلى التحديات اللي هي الأخيرة اللي هو موضوعنا النهاردة، وهي الآية اللي مذكورة في تيموثاوس الثانية أصحاح 3 عدد 1 إلى 5. 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to verse 5. موضوعنا عن تقاليع وإنذارات. نسمع عن الكلمة الدارجية، كل ما تطلع حاجة يقول لك أصلا دي تقليعة جديدة، دي حاجة كده طلعت تقليعة جديدة، والتقليعة الجديدة يعني كل واحد يسمع بيها يبتدي إن هو يمشي في نفس التقليعة دي، كل فترة والتانية تظهر تقليعة جديدة. في تقاليع أو تقليع كثير. تقليعات أو تقاليع الحقيقة يعني حاجة كده الناس بتطلع بيها من لا شيء، وإحنا بنفتكر أحيانا هي مجرد هوجة أو an idea العالم بيطلع بيها، وبالتالي بتلاقي ان الناس بتمشي وراها. احنا كدورنا كقدام محتاجين نكون واعيين لهذا الامر. في تقاليع كثيرة هتظهر في الايام الاخيرة، ولربما في الايام الحالية بتظهر او ظاهرة هذه التقاليع او هذه الافكار، واحنا احيانا بنفتكر ان هي حاجة جاية كده يعني ناس طلعوا بيها. في الحقيقة أن الكتاب المقدس بينذرنا أن احنا نخلي بالنا يا خدام الله أن في الأيام الأخيرة هيحصل حاجات كثيرة لربما مش واخدين بالنا، أو فاكرين أن دي هي حاجة عادية أو هوجة أو تقليعة هتاخد وقتها وتعدي. لا، في الحقيقة هنلاقيها أخطر من كده، أن هي ممكن تستمر مع أجيال وأجيال هذا الأمر. التقاليع اللي هي بيقول عنها الكتاب المقدس الآية اللي احنا ذكرناها تيموثاوس الثانية 3:1-5، معلمنا بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون كذا صفة هنمشي عليهم كل واحدة مجرد عناوين، ايه معناها وايه اللي حنتوقعه ان احنا نشوفه في العالم.
مش في العالم بس، ده احنا هنتوقع ان احنا نشوفه ما بين المخدومين كمان، عشان لما نشوف او نتقابل مع هذه الاشياء ما نتخلع او نقول جايبيننا من فين، او اصل الجيل ده جيل صعب، الجيل اللي فات كان جيل اسهل شويه، الجيل ده صعب، والله يدينا خير الجيل اللي جاي كمان. هي كلام الكتاب المقدس، بس احنا احيانا ما بنكونش واعيين او مدركين لهذه الصوره. الناس في الايام الاخيره يكونون محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عدمي النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. الصورة الأخيرة يحمينا ربنا، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فاعرض عن هؤلاء. احنا تكلمنا المرة اللي فات عن هذا الأمر، وقلنا دي من التحديات اللي حتواجهنا كخدام الله، أو تحديات بتواجه الكنيسة ككل، لكن احنا ازاي ان احنا نكون واعيين لهذا الأمر، ده اللي احنا عايزين نشوفه النهاردة. لربما بعض الكلمات محتاجين ان احنا نحط لها أمثلة، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض، في حاجات، في نقاط سريعة عشان تكون سهلة ان احنا نتذكرها. محبين لأنفسهم، يعني ايه محبين لأنفسهم؟ الكلمة المعتادة انا حر. يوم أوصل أو يوم الإنسان يوصل إلى هذا المبدأ أو هذه الكلمة أنا حر، أعرف على طول إنه هذا الإنسان نفسه ذاته ولا شيء آخر. يسهر في إيه؟ أنا حر في اللبس بتاعي، في المواعيد بتاعتي، في المزاج بتاعي، اللي يعجبني أعمله، اللي ما يعجبنيش ماليش دعوة بيه، أنا حر. اللي يريحني أعمله حسب مزاجي، اللي ما يريحنيش ما فيش واحد يقدر يفرض علي حاجة، أنا حر. اللي يكفيني ده مش كفاية أو ده يكفيني، أنا حر بمزاجي، أنا أمشي حياتي بمزاجي. طب في لسان، في 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 أذنين تسمع، من له أذنان للسمع فليسمع. لا، يكونون محبين لأنفسهم، ذات الإنسان، ولسه حناجي للذات دي في الآخر، لكن دي الإنسان بيحطها في صورة أنا في دولة حرة، free country، أنا أعمل اللي أنا عايز أعمله. في الحقيقة هي لو دخلنا ليها للعمق نلاقي الإنسان دي محب لنفسه، ملهوش أي دعوة بالآخرين، ولا عنده أي اكتراث بالآخرين، ولا اهتمام لأي إنسان آخر حتى وإن كان لأقرب الناس إليه. أنا حر، محبين لأنفسهم، دي أول حاجة، الكلمة اللي محتاجين إن احنا نسمعها. وللأسف يمكن بنقابلها يعني حتى يعني حتى مع إذا كان شباب، حتى وإذا كان أطفال، صدقون الواحد أحيانا بيشوف إنه شخص كبير يتكلم مع طفل، don't care, don't talk to me, don't talk to me, it's me, I do what I want to do. بس وصل الأمر إن إحنا فعلا هنواجه، يا ترى الناس دول هنعمل معهم إيه؟ هنشوف بعد شوية إيه العلاج اللي إحنا ممكن نتعامل به مع هذه النوعيات، مش في أشخاصهم ولكن أنا كخادم إيه المفروض إن أنا أعمله. الصفة الثانية، يكونون محبين للمال، ودي معروفة، بفلوسي عاوز أبقى غني، عاوز أشتري، عايز أعيش، عايز أسكن، عايز 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 عايز، بفلوسي أنا أعمل أي حاجة. محبة المال اللي هي ممكن توصل الإنسان إلى إيه؟ أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم يوصل لإيه؟
طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يعني عايز أبقى غني وعايز أشتري وعايز 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 وعايز، في الآخر تلاقي أنه الإنسان دي يحمينا ربنا ممكن يوصل به الأمر، ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. طبعا بنقول الحتة دي فرق ما بين محبة المال وفرق ما بين أنه المال بيكون وسيلة ضرورية وضع الله للإنسان في أن هو بيدبر بها حياته، بيدبر بها حياته، بيتسدد بها احتياجاته، لكن في فرق ما بين. وده اللي حصل مع الشاب الغني. فاكرين الشاب الغني لما تقابل مع السيد المسيح؟ ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ هدف حلو وطلب حلو، اسهب بيع كل مالك وأعطي للفقراء وتعالى اتبعني حاملا الصليب. يقول الكتاب المقدس فمضى حزينا. بص السيد المسيح، فحين أنه السيد المسيح في الأول يقول كده إيه، نظر إليه فأحبه. لما لقى الرغبة بتاعته حلوة نظر إليه وحبه. لما نقول له اعمل الوصايا كده قال له عملتها كلها، فنظر إليه وأحبه. جات في الحتة بتاعت المال، اسهب وبيع كل مالك، مضى حزينا. بص السيد المسيح للتلاميذ وكده، ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. طيب ومين اللي يخلص يا رب؟ سأل بطرس، مين اللي يخلص يا رب؟ اللي بيتكل على المال، اللي محب للمال أكتر من اتكاله على إلهه، أكتر من اتكاله على اللي معطي ومسدد كل احتياجاته. في فرق ما بين محبة المال اللي توصل للإنسان أنه مستعد إن هو يضحي بخلاصه وبأبديته زي الشاب الغني، اسهب وبيع كل مالك ما دام عايز تورث الحياة الأبدية، مضى حزينا. ممكن إنسان بسبب المال ممكن يضحي بأبديته. ده اللي بيقول عنه الكتاب المقدس، سيكون في أزمنة الناس في الأزمنة الصعبة في الأيام الأخيرة. يبقى أول حاجة محبين لأنفسهم، ثاني حاجة محبين للمال، ثالث حاجة، ثلاثة أربعة خمسة حاجات صفات مع بعض. معلش الكتابة شوية عايز اللون كان يفتح. متعظمين، مستكبرين، مجدفين. واضح برضو من الكلام اللي هو الكبرياء، الافتخار. يسهر تسهر في صورة ايه؟ بدع جديدة، تسهر في صورة حاجات جديدة بتسهر علينا زي الإلحاد. وما أكثر هذا الأمر في دلوقتي في الشرق الأوسط، غير في الدول الأوروبية. الدول الأوروبية يمكن من زمان كان معروف في ناس كثيرة لا تؤمن، لكن دلوقتي حتى في الدول الشرقية حتى في الشرق الأوسط ابتدت تنتشر ظاهرة الإلحاد. ليه؟ الإنسان أصبح ذاته مستكبر، مش عندوش استعداد، مفيش كبير، مفيش كبير، يبقى إذا مفيش ربنا. نظرية الوجود، إذا كان الله موجود، إذا كنت أرى الله معناه إنه الله موجود، إذا كنت لا أرى الله إذا الله غير موجود، وإذا كان الله غير موجود فأنا موجود. مدام ربنا مش موجود يبقى أنا الموجود. نظرية الإلحاد اللي هو وصل إليها الإنسان أو العالم. ممكن توصل إلى درجة عبادة العلم، وإن يستخدم العلم في هو الهدف اللي عايز يوصل إليه الإنسان، أو يوصل مش للحاد بس، ده كمان يبعد عن الإيمان ويدعي أنه مسيحي من خلال عبادة الشيطان اللي دلوقتي أو يمكن من فترة حوالي 10-15 سنة ظهرت هذه البدعة، واحدة من الطوائف البروتستانتية وتدعي إن هي مسيحية وتعبد الشيطان، عبادة الشيطان، ومشهورة هذه العبادة ونسمع عنها في أمريكا بالذات، انتشرت هذا الأمر. بدع جديدة جاية من خلال الافتخار بالنفس، الافتخار بالذات. متعظمين، مستكبرين، النتيجة توصل إلى إيه؟ إنهم يجدفوا على اسم الله. غير طائعين لوالديهم، برضو سهل ان احنا او مفهوم المعنى بتاعه غير طائعين لوالديهم،
دايما نسمع كلمة ايه؟ لا، no. مش عايز اقول بس I don't care، بس no. وممكن يوصل الامر الى تحدي، تحدي من الابناء لوالديهم، وهو عدم الطاعة. عدم الطاعة دي بتظهر ليه؟ اقرب الناس للانسان، اول ناس هتواجه مع مين؟ اللي في البيت. اللي في البيت ده ممكن يوصل كمان الى الاهل، حتى لو كان كبار في السن، زي ما قلت لكم قبل شوية، عيل صغير، راجل كبير بيلفت نظره، حبيبي انزل من الاتوبيس عشان ما تقعش، عشان انا خايف عليك. Don't care. وصل الأمر حتى الكبار، ما فيش أي احترام أو ما فيش حتى استعداد قبول لهذا الأمر. أمر طبيعي. في الأزمنة، في الأيام الأخيرة هتاجي أزمنة صعبة، هيكون فيها هذا الأمر، غير طائعين لوالديهم، إما كبار، إما للقانون حتى. ويوصل الأمر إلى بلا أخلاقيات، يعني كلمة عيب مفيش. كان زمان صدقوني، حتى الواحد بيجي يسمع حاجات عجيبة في البلاد اللي احنا جايين منها، إذا كان السودان أو مصر أو الدول الشرقية. زمان كان في حاجة اسمها كلمة عيب. عيب غلط حبيبي، ده عيب. دلوقتي مفيش عيب. حتى الأخلاقيات، إن يعني ممكن يوصل بالإنسان إنه حتى الأخلاقيات ما عندوش أي استعداد إنه هو يتقبلها. This is the generation parent last days, end of the world. كله. ما عشان كده بقول ان ده كله في ما احنا قبل شويه جبنا ايه؟ عباده العلم والتكنولوجيا ممكن توصل الانسان في الاخر انه غير طائعين لوالديهم. ما لاحظوا انه الحكايه هتمشي ايه؟ بالتدريج. يعني ابتدت في الانسان بذاته، وبعد كده بمحبه مال عايز يبني نفسه ويكون نفسه، بس بطريقه اخرى مش بالطريقه المعتاده، ويوصل الامر انه هو يستكبر، يجدف، ويوصل به الامر انه مستعد انه حتى اللي البيت اللي قام فيه لا كبار، وسامحوني في الكلمه، ولا حتى كنيسه، ولا حتى مدرسين، ولا حتى اي انسان كبير. عشان كده يمكن من ضمن الحاجات اللي هو الواحد بيحاول ان هو ينتبه ليها، انه لما نلاقي شاب او شابة او طفل، الشباب بالاخص، يعني بنحاول ان احنا لما يكون في مشكلة، في حاجز ما بيننا احنا ككبار، نحاول نشوف اقرب الناس صلة بهذا الشاب أو بهذه الشابة، عشان يقدر إن هم اللي يتواصلوا معاهم ونشوف المشكلة تتحل إزاي. إنما لو دخلنا إحنا ككبار على طول وحاولنا إن إحنا نحل الموضوع، تأكدوا إن إحنا مش هنقدر نوصل لأي حاجة. يعني لسه قبل شوية كان في أحد الأمهات تتكلم معاي على ابنها وكده، برضو عنده يعني ما عندوش استعداد إنه يسمع لأي واحد، ولا حتى كبير، ولا حتى آسف مع احترامي، ولا حتى من خدام مدارس الأحد. فحاولت إن أنا أشوف مين أقرب إنسان لهذا الشاب، فعرفت إنه أخته هي الوحيدة اللي هو ممكن إن هو يسمع ليها، أخته هي الوحيدة اللي هو ممكن إن هو يقبل منها كلام. فقلت لها طيب نحاول نشوف مع أخته إيه الحاجة اللي هي مخلياه بعيد عن الكنيسة، إيه الحاجة اللي هي مخلياه. يعني موضوع عايز أقول إن دي وارد، إنه نوصل إلى تحديات زي كده، إن إحنا نشوف جيل أو شباب لا يسمع، لا يقبل أي كلمة، لا كبار، لا كنيسة، لا خدام، ولا أي حاجة. محتاجين إن إحنا نشوف وسيلة أخرى نوصل بها لهذا الأمر، أقرب صديق لي وأقرب أخ وهكذا في نفس العمر بتاعه اللي هو يقبل به هذا الكلام. غير طائعين لوالديهم، بعد كده غير شاكرين.
متوقعين الكلمة اللي أنا هقولها إيه؟ أوف. دايما الكلمة دي أوف، يعني لا في حاجة عجباه ولا في حاجة قابلة ولا عنده استعداد إنه يشوف حاجة، أي حاجة حلوة، أي حاجة أوف أوف أوف. أنا كرهت، أنا كرهت الدنيا، أنا إيه اللي خلاني كده؟ أنا كلمة أوف معناها غير شاكرين. طبعا بتوصل بصورة إن هي في صورة تريقة سخرية، وبتظهر في صورة دايما دايما اعتراض ودايما في نقد. أي حاجة حتى لو حاجة بسيطة حلوة طب ما تشوف التانيين، طب وش معنى إحنا؟ وش معنى أنا؟ طب ما الناس التانية عايشة وربنا وديهم من وسع طب وش معنى إحنا؟ طب أنت عندك حاجات حلوة، طب أنت عندك طباع حلوة. أوف. دايما الكلمة مفيش شكر من الداخل، وده بينعكس على إنه الإنسان يعني مفيش حتى قبول للي عنده، حتى ولو كان البسيط مفيش عنده استعداد إنه هو يقبله. وطبعا ممكن يوصل في الحالة زي دي إلى دايما غضبان، دايما غضبان، دايما يعني زي ما بيقولوا في الدارجية ساخط على كل شيء، يعني عنده نظرة كراهية لكل إنسان، وخاصة لو كان حد في سنه أو متميز عنه بحاجات، باستمرار عنده نظرة غضب وإسخاط على هذا الإنسان، سواء إذا كان عنده، سواء إذا كان مش قادر إن هو يوصل لحاجة زي كده. دايما مش باص للحاجة الحلوة اللي عنده حتى ولو كان بسيطة، بقول إنما دايما في غضب ودايما في سخط حتى على الحاجات اللي عنده. نمرة 8 دنسين، وطبعا يحمينا ربنا، واحدة من المحاربات الشيطانية اللي هو اللي أخذ بها العالم، طبعا الفساد اللي يقول عنه الكتاب المقدس إنه في الأزمنة الأخيرة برضو يوصل هذا الأمر، مش مجرد بس ضعفات في الإنسان، ولكن يوصل إلى إنه العالم زي ما قال الكتاب المقدس إنه يفتخر بهذه الأمور، يفتخر بهذه الأمور. الكتاب المقدس ما معي، لكن ممكن يشوف الكتاب المقدس إنه تظهر للناس هذه الأمور كأنه هم إيه مفتخرين بها، سواء في علاقات بلا حدود، سواء إذا كان في نظرات بلا يعني فول ستوب للإنسان، سواء إذا كانت توصل بالإنسان إلى عادات بلا قيود، يعني يوصل الأمر بالإنسان على ما أعتقد في رسالة معلمنا بولس الرسول نفسه إلى تيموثاوس، إذا لا تسالونيكي على ما أعتقد، فاكر الآية بالضبط اللي هي بيورينا إنه الإنسان حيوصل لدرجة إنه حيفتخر بهذا الأمر. خلينا حتذكرها، مجدهم في خزيهم، دي واحدة من ضمن الحاجات. الحاجات الثانية اللي هو في يوحنا الأولى، على في يوحنا إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 3 اللي هو عن النور، في إنجيل معلمنا يوحنا البشير هنا سايت
Yeah. Is it boasting in sin? I think so. وهذه هي الدينونة. دي واحدة من ضمن الآيات بس مش اللي هي في إنجيل معلمنا يوحنا البشير أصحاح 3. وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور. واحدة من ضمن الحاجات is John 3 from verse 26 تقريبا، بس في آية تانية اللي هو بقول إنه العالم بقى يفتخر بأن هذه الأمور هي الأمور الطبيعية اللي بيها يعيش الإنسان في هذا العالم. عشان أوصل بسرعة، إحنا لسه في نمرة 8 وعندينا 18 صفة، فاسمحوا لي أمشي بسرعة. بلا حنو، بلا رضا، وشرسين، حاجة قريبة من غير طائعين لوالديهم، بس بقى في نوع من القسوة، في نوع من القسوة، وسواء إذا كان في القلب، سواء إذا كان في الكلام، سواء إذا كان في التصرف. ده أنا أول مرة أشوف الإنسان ده بالصورة زي دي، أنا أول مرة أتعامل مع الإنسان بالصورة زي دي، ما كانش كده الإنسان ليا. ليه طيب؟ إيه اللي حصل؟ أصبحت فيه حاجات كثيرة ابتدت تدخل في الإنسان، تبتدي بانقساوة القلب، وبالتالي الكلام بتاعه يكون قاسي، ويوصل إلى حتى في التصرف بتاعه يكون قاسي. بلا حنو، بلا رضا، شرسين، سالبين عدمي النزاهة. يقول لك ده إنسان لسانه إيه؟ ياريت لو يكون لسانه سيف. لسان ينطق بالإثم، أو يوصل لدرجة إنه هذا اللسان زي النار اللي يحرق، وكل كلمة تؤلم الشخص اللي قدامه. يوصل سواء إذا كان في كلام، سواء إذا كان في خطية، أو سواء في الآخر إلى مفيش حدود لهذا اللسان. ممكن ينطق بأي كلمات، حتى لو كلمات جارحة، حتى لو كلمات مهينة، حتى لو كلمات مسيئة، يوصل الإنسان ما عندوش حدود في الكلام بتاعه. ويقول لك كده اللسان عضو صغير ولكنه ايه؟ مضرم من جهنم. عضو صغير لكن مضرم من جهنم. يعني احد الاباء كان بيقول عليها كده، كل اداة، كل مكنة، كل جهاز تلاقي عليه made in كده، يفتخره. اللسان بالذات رغم انه عضو صغير لكن تلاقيه عليه made in جهنم. معقول الله خلق فينا لسان ميد إن جهنم؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. لكن وصل الإنسان إنه يحول هذا اللسان اللي بيه ينطق بأعمال الله ويخبر بعمل الله في حياته، يوصل هذا اللسان أن يكون سبب تجديف، بل وسبب تجريح وإساءة إلى آخرين. كل المشكلة كل إيه؟ يقول لك إيه؟ أي مشكلة تحصل ما بين اثنين أو أزواج أو أي حاجة، يقول لك يا ابونا ما هي المشكلة؟ مشكلة اللسان. هو بس اللسان ده لو أقدر إن أنا أضبط شوية أو أحط عليه حاجة كده، هو كل الأمور هتمشي حلوة. طبعا ممكن يكون في حاجات ضعفات في الإنسان، لكن يحمينا ربنا في الأيام الأخيرة اللسان سيكون نار تكوي، تجرح، تسيء، تقتل الآخرين أيضا. غير محبين للصلاح. يوصل الإنسان يا أحبائي، ودي أكثر شيء يؤلم قلب الله، الله اللي تنازل وقبل أن يموت عن الإنسان، يوصل أكثر شيء يحزن قلب الإنسان زي الشاب الغني دي، غير محبين للصلاح. بلاش
بناقص. بناقص ايه؟ بناقص التوبة، بناقص الأبدية، بناقص التزام في أي حياة، بناقص الكنيسة، بناقص التقوى، بناقص أي شيء، بناقص بلاش منه. مش ده بلاش منه، سيبناه لكم. والنتيجة من أنت أيها الإنسان، حتوصل لإيه في النتيجة؟ حنشوف في الآخر النتيجة حيوصل بيها إيه الإنسان اللي يوصل به إلى هذه الدرجة، وهو عدم رغبة في صلاح الإنسان. فاكرين الآية اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول عن الروح القدس؟ لأن ثمر الروح القدس هو في كل إيه؟ في كل صلاح، وفي كل بر، وفي كل تقوى. ده عمل الروح القدس، ده ثمر الروح القدس. يبقى لما يوصل الإنسان إلى رفض عمل الروح القدس، يبقى ما فيش صلاح، ما فيش تقوى، ما فيش بر، ما فيش أي ثمر للروح القدس، غير محبين للصلاح. نمرة 15، خائنين، سواء إذا كان خيانة، عهد بيقطع الإنسان مع الله، سواء إذا كان خيانة في مبدأ تتغير مبادئ الإنسان، سواء خيانة في الكلمة اللي بينطق بها الإنسان، كل هذه الأمور بيوصل بها الإنسان إلى خيانة تساوي عدم أمانة. والكتاب المقدس يقول كده إيه؟ كن أمينا إلى الموت. فهي خيانة، عهد بيني وبين ربنا، عهد مع كلمة الله. أنا خائن لهذه الكلمة، حوصل لمرحلة إن أنا أخون. يحمينا ربنا، يوصل الإنسان إنه يخون كلمة الله. الكلمة اللي هنا مقصودة مش الكلام اللي بينطق الإنسان، لا، الكلمة اللي هي خائن لكلمة الله، اللي هي يا رب إلى من نسهب وكلام الحياة الأبدية هو إيه؟ هو عندك. نمرة 15، خائنين. عارفين دي إيه؟ مقتحمين. نوزي، يس، تدخل حشريين في أي حاجة، سواء إذا كان في أسرار، سواء إذا كان في مصالح. وطبعا لا بد إن حتوصل في النهاية إلى إيه؟ الإدانة والقطيعة والكلام ده كله، اللي هو تدخل الإنسان في شؤون الآخرين. مقتحمين. طبعا هتقول لي يا ابونا، طيب ده في الأزمنة الأخيرة، طب ما احنا اوريدي الحاجات دي من بدري، يعني من بدري. لكن احنا حنوصل بالحاجات دي امتى؟ لما الإنسان يوصل إلى مرحلة، يعني ممكن تبتدي في الأول كضعفة بالنسبة للإنسان، لكن في الآخر تبتدي إلى إيه؟ أتيتيود بالنسبة للإنسان. ده اللي حيكون فيه الناس في الأزمنة الأخيرة، ده اتجاههم. يعني الإدانة بالنسبة لهم، أو التدخل، أو الحاجات دي كلها، ده حيكون نوع من الاتيتيود، الاتجاه بتاع الإنسان. مش مجرد بيهيفير، مش مجرد سلوك كان في الأول، مش مجرد كانت ضعفات بالنسبة للإنسان. وده نخلي بالنا يا أحبائي، إنه ده التدرج اللي بيخدع به إبليس الإنسان إلى أن يصل إلى هذه المرحلة. أخيرا، أو قبل الأخيرة، محبين للذات. وطبعا كلها بتشمل الحاجات الأخيرة دي كلها. غير محبين للصلاح بتوصل إلى حتة إيه؟ اللي هو نأكل ونشرب وغدا نموت. يا عم نصوم، يا عم يا ابونا هو العمر فيه وقدر كيف؟ طب شو ربنا خلق الحاجات دي كده عشان نتحرم منها؟ يا عم يا ابونا سيبك، نأكل ونشرب وغدا نموت. شهوة الجسد فقط دون رغبة إيه؟ خلاص الروح. وبالتالي مش مهم، مش مهم. قبل كم يوم كان تتكلم معي واحدة متألمة إن هي مش قادرة إن هي تصوم، مش قادرة إن هي شعر نفسها إن أول سنة في حياتها يحصل معها هذا الأمر. إيه الحاصل؟ تقول لي مش عارفة إيه الحاصل، مش عارفة أنا وصلت لدرجة دي ليه، مش قادرة إن أنا لا، اقعدي مع نفسك، استعيدي الأيام الأولى التي صنع الرب فيها معنا رحمة وخلصنا. اتذكري كل البركات، كل الشبع، كل المتعة اللي انت كنت بتستمتع فيها في حياتك، في صلواتك، في صيامك، في فترة الصوم. محتاج انك انت تقعد. الابن الضال
لو ما رجع إلى نفسه ما كان يتذكر اللي عند أبوه. إحنا نفس الحكاية، أنا لما ألاقي في تدهور في حياة الروحية بالصورة زي دي، إن أنا وصلت لمرحلة الجسد فقط دون حتى انتباه للروح ولا خلاص للروح، أول حاجة اقعد مع نفسك، اقعد مع نفسك، استعيد الأيام الأولى اللي كان فيها عشرة حقيقية ومتعة حقيقية حتى لا يخدعنا الشيطان. أخيرا المحبين للذات دول بتوصل إلى حتة إيه؟ غير محبين لله، صورة التقوى اللي هي دون محبة الله. فيه تقوى، في حاجات، في ممارسات، في عبادات ظاهرية، ولكن للأسف دون محبة الله، من خلال يحب المادة، يحب الجسد، يحب الذات، لكن في الآخر هو بيجي الكنيسة، هو بيصلي، هو بيصوم، هو لكن يحمينا ربنا محبة الله. عشان كده دايما بسأل السؤال ده، وكل واحد بيسأل نفسنا السؤال ده، يا ترى ليه أنا عايز أصوم؟ خلي الإجابة عندك من أجل محبتك يا رب. بنسمع في القسمة بتاعت الصوم الكبير بنقول إيه؟ الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري من أجل إيه؟ عظم محبتهم في الملك المسيح. أي عبادة هعملها وأسأل نفسي هذا السؤال، ليه هتعملها؟ ليه هتاج الكنيسة؟ ليه هتخدم؟ ليه هتقرأ الكتاب المقدس؟ إن لم تكن الإجابة لأجل محبتك يا رب في قلبي، يبقى راجع نفسك في هذا الأمر اللي أنت بتعمله، وإلا تكون لي صورة التقوى دون محبة الله في القلب. ممكن أحب كل حاجة، بالإضافة إن أنا مستمر في ممارسات الكنسية وعبادات الظاهرية، لكن هذا لا يمنع عن الشيء الآخر، سواء حب الجسد، سواء حب المادة، سواء حب الذات. نعرج بين إيه؟ بين الفرقتين. العلاج عشان نختم بهذا الأمر، الإنذارات. هتديني هذه التقاليع ممكن توصلني إلى سعادة كاذبة، يعني يضحك بها الشيطان. فن، that's a fun, that's a true fun actually, it is a false fun, is a false happiness. سعادة كاذبة يعني مؤقتة لا تستمر مع الإنسان، مجرد خدعة من الشيطان. طبعا فيها دعاية زي ما قلت، تجليعة، واحد بيعمل دعاية، الدعاية دي عشان ينشر حاجة، عشان ينشر فكرة، والفكرة دي ياخدوها الآخرين، وطبعا لغرض في نفسي عقوب، عشان يوصل لغرض شخصي، يوصل يحاول ان هو يعمل له تجليعة. زي ما يقول لك كده، واحد عمل ايه؟ فجر قنبلة. القنبلة دي مش قنبلة يعني، لكن فجر قنبلة. طيب عمل ايه؟ طلع خبر زي اول امبارح، كذبة ابريل. كذبة ابريل، يا ترى احنا عندنا كذبة ابريل؟ مش هتكلم عن اي حاجة. النتيجة بتاعت المشكلة ايه؟ المشكلة بتاعت ايه؟ الناس اللي بينخدعوا وراء هذه الامور للأسف بتكون ليها تأثيرات مدمرة. ولكن ينتبه الانسان امتى؟ تو ليت. كانت ابتدت بمجرد تسلية، كانت ابتدت بمجرد فكرة تجليعة، لكن اللي بيمشي وراها وينخدع وراها للأسف بتؤدي إلى تأثيرات مدمرة. والنهاية في الآخر طبعا إيه؟ نهاية محتومة، وهو يحمينا ربنا الهلاك الإنسان. العلاج معلمنا بولس الرسول يقول أول حاجة اعرض عن هؤلاء، خلي بالك لهم صورة التقوى لكنهم منقرون قوتها، اعرض عن هؤلاء، يعني اسيبهم يا ابونا، خلي بالك انك انت ما تنجذبش وراهم. اعرض عن هؤلاء يعني ما يكونش ليك شركة او خداع تنخدع بما يقول الناس دي او بالحاجات اللي بيتصرفوها. انت كخادم الله اعمل لنفسك حدود، انت كخادم الله حط حاجز لنفسك من انك انت تنجذب وراهم. اعرض عن هؤلاء بس مش حسيبهم،
هلاقي حاجة تانية. أما أنت فقد تبعت تعليمي، سيرتي، قصدي، إيماني، أناتي، محبتي وصبري. يعني فيما أنت بتعمل لنفسك بروتكشن كده، حماية من الحاجات الحاصلة دي كلها، فيما أنت محتاج أنك أنت ترجع للحاجات اللي أنت استلمتها. أما أنت فقد تبعت الحاجات دي كلها، وكلمة تبعت اللي هو التلمذة، وده اللي احنا محتاجين بيه باستمرار، ان احنا يكون لينا ارشاد عن طريق اب اعترافنا، يكون لينا ممارسة في حياتنا الروحية. الاخيرة دي اللي انا كنت عايز اوصل اليها في الاخر، خلي بالك انه ده كله مذكور في سفر التثنية اصحاح 30 وعدد 19، الاختيار والبداية. كلم انت، خلي بالك لنفسك وكلم الاخرين، كلم الآخرين. رسالتنا إن احنا نكلم الآخرين، رسالتنا إن احنا نصلي من أجل الآخرين، رسالتنا إن احنا ننذر الآخرين، ليس في تحكم وليس في سلطان، ولكن من أجل محبة. أنذر زي ما قريناها قبل كده أو أخذناها قبل كده، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، شجعوا صغار النفوس، انذروا الذين بلا ترتيب. لما أنا ألاقي الأمر وصل إلى هذه الدرجة، بحتاج أن أنا أقول للإنسان، الكتاب المقدس بيقول كده: أشهد عليكم السماء اليوم، السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، اختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. يبقى إذن أنا كخادم قدامي طريق الحياة وطريق الموت. يعطيني الله باستمرار إن أنا أميز ما بين ما هو للعالم وما هو لكلمة الله. عشان كده بنقول مدى احتياجنا نحن دايما نخلي كلمة الله حية وفعالة في حياتنا. الله يعطينا أحبائي من خلال هذه الأمور الصعبة، الأزمنة الصعبة، هتاجي أزمنة صعبة في الأيام الأخيرة اللي هي فيها كل هذه التجاليع اللي أو الأفكار اللي بيخدع بها الشيطان الإنسان أو العالم. ويحمينا ربنا أحبائي نكون حريصين حتى لا يكون لنا يحمينا ربنا هذا المصير، بل نكون شهود أمناء لرب المجد يسوع، وشهود أمناء لهذه الكلمة، ونكون أيضا شهود ومثال لهؤلاء المخدومين، حتى يقبل الجميع إلى المسيح ويعطينا حياة مقدسة، يعطينا قوة صادقة تسري في حياتنا، قوة الروح القدس، حتى نستطيع أن نقاوم كل ما هو للعالم، ويكون لنا هذا النصيب. لإلهنا كل المجد والكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، أمين.